مشهد الغروب في السلطنة وجبالها وسواحلها سحرت أعين الفنان جون ماركو كوروفاتو الذي استذكر بلده الأم إيطاليا التي تتمتع بجمال متفرد في تفاصيل مدنها الجميلة، فجسد معرضه ألوان ليغوريا الذي حط في بيت الزبير ليحكي هذه المشاهد عبر لوحاته الزيتية على القماش. سيكون هذا المعرض متاح للطلبة وللمهتمين بالفن التشكيلي، وهي هذه تأتي جزء من التجارب المتبادلة بين عمان وإيطاليا في الإطار الثقافي والتعاون بيننا في هذا الجانب. متحف بيت الزبير استغل وجود الفنان جون ماركو كوروفاتو ليقدم أكثر من 35 ورشة عمل لطلاب المدارس ليتسنى لهم تعلم المدرسة الفنية الإيطالية في الرسم التي تحمل نمطا فريدا ألهم متذوقو الفن عالميا. تجربة جديدة لفنان إيطالي ذو خبرة فنية كبيرة وتبع أسلوب مدرستين كبيرتين في الفن، وهي المدرسة الإكسبريشنزم التعبيرية مع ربط قليل من الفافيزم الوحشية، وتبع أسلوب الكثافة اللونية المتألقة بالطريقة الإيطالية القديمة اللي ظهرت حوالي في القرنين 15 إلى 16 الميلادي، والذي يمثل جزء من الحضارة الإيطالية وأيضا جزء من التعاون بين متحف الزبير وبين السفارة الإيطالية ومتحف في إيطاليا. وشيء طبيعي أن إيطاليا هي كانت مهد الحضارة الأوروبية في القرن 15. الفنان أبحر في عالم الألوان، فكان لقوس قزح والمطر مكانا، وللخضرة والماء قصة، وللبحر والرمل حضورا، ذهبوا إلى حيث أحلام اليقظة.